جينا لكم عالي بفكار ومعاني ندخل بها ثاني من دون أي أسرار وبين القصص بنعيش عقال ودراويش ما يهمنا التشويش بانس قلب الأفكار للي عارف لي صار معاكم دور أصحاب للي عارف لي صار معاكم دور أصحاب تعال نعكس دي الصورة نلعب ونجيبها فورة ونخلي الضحكة محفورة هذا شوية فن واستوى سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة تابع معنا الحبكة جيناكم بقور صحاب شوف واستمتع معنا المتع بنخليك تضحك والحزن تودع بسلوب راقي عندنا حتلاقي الابداع والابداع بإخرجنا باقي ولا تتفاجئ ولا تحتار هيا كزة النار هيا يلا نكزة النار يا محمد شوفك وعدتني وعد الحر دين شوفني صبرت يمي خلاص انت جاي عاقله بس وكل شيء بيقع على ريض ما يهمش عاقله ونص ني واحد قال لك مغرومه سمعني عاقله اني قدام ما نعرف وياها لا اله الا الله تولعين اسرع من الكبريت كبريت في عينك لا اله الا الله يا حيه وسهله منورين تسلم النور نورك حبيبي تسلم انت محمد فرج اللي امك كانت تبيع الباخمري في الحافه واخبوك حارس المدرسه واختك المحنيه كانت في الحافه يا احلى محنيه تلقيها بس فضحت نحن باقي الا تسرد لي السجل حتقال لك ساعدنا في السجل للعائله سردتهم سرد محمد من دي؟ معلش منه معارف قديمة عفى عليها الزمن تفضلي بيخليش في المهم تفضلي الله يا محمد الله سلام محمد حلو حلوة والله دي محمد هوب 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 دي ضخمة كما يا محمد ضخمة ديك 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 والله ديك رهيبة مرة حمغتي الحلوة ولا الضخمة ولا الرهيبة كلهن يا محمد كلهن هللي وبتفتحي محل انتي ليه يا محمد ما هو بفتح محل بفتح بيتي وبأسسه يا قمري اختاري واحدة منها طيب ليه يا محمد واحدة كلهن يا محمد كلهن يا حين يا قمري ما نفعت معها طيب حاضر ورايش نروح أول مرة قسم غرف النوم نشوف بقعة ونرجع للطاولات يلا يلا نفسي أعرف نفسك تعرفوه إيش حكاية البدلة دي الزينة كان يا مكان كان في واحد صاحب معرض أثاث فضولي وتصدق مات من الفضول حقه وعاده قبل ما يموت كان ما يخلي الزباين حتى يختارون اللي يبغوه الله 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 قالت الله 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 ثلاث مرات بتشتريها كم سعرها شبها غالية وزينة لكنها حامضة شوية يا أخي وابغيت أنت حالية حامضة أنت إيش دخلك يا بنت الحلال شي زوج ده كان يشل أقلام حقي
وكان يشيل سندوتشات ودائما نتهادى عليه. ما قلت لنا كم سعرها؟ 7000 ريال سعودي يا اخي. خير ان شاء الله خير. الله الله، مرايا ده حتى تبين لون البشرة ودرجة البشرة حتى. بقول لك ماشي مرايا كده تو تطبع المكياج لوحدها؟ أوه نمزح، أوه ما تحبون حد يمزح أنتم، والله نضحك نضحك، والله شغل ده. دحين بغيتي دي ولا ذك؟ بغيت دي ولا ذك؟ تنتينهن داري اللي بغيت واحدة لقد بتيت عند أهلي، بيتت واحدة هناك وواحدة في داري. عرفت؟ 14000. 7 و7 دي سعرها 8000 ريال سعودي. 7 و8 15. ولو انه مش مريح كذا ده ما هو مريح يا محمد، بس بغيته ذي ب4500 ريال سعودي. ما فرق، اهم شيء انا بغيتها لبنتي، مذاكرة بنتي مهمة جدا، اختاري لها حاجة رخيصة اقصد مريحة كذا. وادي محمد عادك بتفلسف، مريحة رخيصة بغيتها بغيتها يعني بغيتها. انت ما تسمع له؟ قالت لك بغيتها 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 بغيتها. عاد هناك سريرين بطابقين، حلو حلو على كيفك، بتعجب يعجبك. اللون ذاك يا سلام، طابق فوق طابق. محمد بغيته بغيته يا محمد، والله بغيته. طابقين اللي فوق ذاك ما في اكسجين، انت عارفه في كتاب العلوم ما يقولون فوق مستوى سطح الارض اكسجين ماشي، وانا معليش صحة عيالي مهمة جدا عندي. محمد لا تلقي لي حركات، شفني السرد ابو طابقين، بغيت اثنين. كيف بغيت اثنين؟ بغيت واحد اثنين، وبغيت الثاني ثلاثة أربعة، بغيت مرتين بغيتهن. يا حرمة شوكولاتة ابو صباعين هو تو تقررين وبكل سهولة. سمعني ها، وين عادك عني بغيت بقعة هنا تغرم عني بغيت. قم 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 كمل الحساب، شغلة مطولة مطولة مطولة. ها وفاء يا حية كيفش؟ الحمد لله طيب، واخبارش؟ والله الحمد لله يسرش الحال، كنش هنا واجابش. والله بغيت بشتري هندول ضخم كذا للبيبي، تعرفين بكر ولازم ندلعه. والله من حقش من حقش تختارين أحلى هندول في المكان ده، كله الأثاث حلو. تعالي يا حبي تعالي نختار اللي بغيتيه. سمعت اللي سمعته؟ والله ما سمعت. سمعت ما قال شي مميز، قال أحلى كلام في الكون. أصلك صقع أنت ما تسمع، أحلى كلام في الكون. وما قال شيء، ما قال، قال لها قومي اختاري. قال لي ما قال شيء مميز، الكلام دي اللي سمعناه ما هو مميز، وما تسمع. قال لها وقلت أنت قومي اختاري اللي بغيتيه، وهو المطلوب. كيه ها اختاري اللي بغيتيه، يعني اللي بغاه قلبش اختاريه، اللي قلبش يحب اختاريه، وانت النيتروجين تحت والاكسجين فوق. يا قمري يا قمر اقماري يا شمس شموسي كيف الراضيش قولي لي. بغيت هندول. ها بغيت هندول، كلامي واضح. طب ما جمعنا بيبي نحن هندول لو ماشي دحين معنا بيبي، في المستقبل بين احنا بيبي. طب حبيبي مشان المستقبل. طيب بغيت هندول وخلاص، امري لله هندول. بتيبه
بجيبه بجيبه أكبر هندول. هندول صغير، ما قلنا شي كبير نحن. السلام. الله، جزامات الحلوة دي. بغيتي واحد؟ دي زين. بغيت واحد؟ تستهبل انت؟ قال بغيتي واحد. لكم؟ بغيتهن كلهن. بغيتهن كلهن. كلهن؟ ايوا. كلهن كلهن. ها، كم حسابك؟ حسابي 40,000 ريال سعودي. 12. 40,000؟ نعم. طيب وين حق الزمالة، حق أول، حق السندوتش، حق الإقلام؟ ماشي خصم؟ ماشي تنازل؟ أبداً أبداً أبداً. حسبي الله. قمر أقماري، شي تنازل، شي قطعة هنا، شي قطعة هناك، سرير مطابقين نجنبهم مع الجني. قال تنازل، ما تنازل لك، دي بغتني أنت نازل. ماشي تنازل له، خلاص عدل شوية ده كله، شوفني شليته. حين أنت ما بتتنازلين؟ أبداً. وأنت ما بتتنازل؟ لا تدرون، قول كذا شوي، أنا اللي بتنازل عن حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد، محمد، محمد قوم. محمد وصعبك. أوه قوم، باقي ستاير، باقي الألمنيوم، باقي المطابخ، وعاد القطوف، وعاد الورد، وشغلة طويلة عريضة. أوه قوم، أوه قوم، ما هو وقته. خلنك من صدق. جينا لكم عاني بفكار ومعاني، ندخل بها ثاني من دون أي أسرار، وبين القصص بنعيش عقال ودراويش، ما يهمنا التشويش، بنسق قلب الأفكار للي عارف لي صار. معاكم دور أصحاب، للي عارف لي صار. معاكم دور أصحاب، تعال نعكس دي الصورة، نلعب ونجيبها فورة، ونخلي الضحكة محفورة. هذا شوية فن واستوى، سيب الجوال والشبكة وخلنا نسمع الضحكة، تابع معنا الحبكة. جيناكم بدور أصحاب، شوفوا استمتع معنا المتع، بنخليك تضحك والحزن تودع، بأسلوب راقي عندنا حتلاقي الإبداع، والإبداع بإخرجنا باقي. ولا تتفاجئ ولا تحتار، هيا كزت النار، يلا نكزت النار.